مرحبا بكم في حلقة جديدة. في هذه الحلقة سوف نحول صناعة أو هندسة صناعة الأيرون سكروز. إذن الأيرون سكروز لديه هذه الصيغة الكيميائية، هو عبارة عن هيدروكسيد الحديديك، هكذا هيدروكسيد الحديديك مع وجود بعض شوارد الصوديوم، مرتبطة مع مع جزيء السكروز، هكذا جزيء السكروز السكر الذي سكر المائدة C12H22O11. إذن هو صيغته Na2، يعني 2 صوديوم 5 حديد O8 8 أكسجين 1 هيدروكسيل OH 3 هيدريت ثلاثي الإيماها. إذن هذه عندنا نون جزيء مرتبطة مع M جزيء وهو السكروز C12H22O11. إذن كل هذا المركب أو هذا المعقد نسميه أيرون سكروز، يستعمل لعلاج الحيوانات ووقايتهم كالإنسان أيضا من نقص الحديد، أنيميا نقص الحديد، الأنيميا التي سببها نقص الحديد. إذن كنا قد صنعنا الفيريك هيدروكسيد. إذن هذا هو الفيريك، إذن هذا هو معلق الفيريك هيدروكسيد سلوري، الوحل الفيريك هيدروكسيد. إذن حتى حضرناه، يعني أحضرنا مصدر من مصادر الفيريك أيون، والتي كانت هي الفيريك كلورايد. إذن فيريك كلورايد ما مقدارها؟ طبعا احنا استعملنا سوديس الإيماها، ولكن الفيريك كلورايد يعني بدون إيماها كان وزنه 100 غرام. إذن 100 غرام، هكذا 100 غرام فيريك كلورايد أنهيدريوس، ولكن أنا استعملت الهيكسا هيدريت. تعديل الحساب فقط، هي تحسب يعني الفيريك كلورايد 100 غرام، الهيكسا هيدريت تضيف لها 6 في 18 غرام، وأضفت لها مصدر من مصادر المواد المقلونة، الجزيئات المقلونة، صوديوم هيدروكسيد 73.91 غرام، تقريبا 74 غرام، فأعطتني الفيريك هيدروكسيد 66 غرام. إذن هذه المرحلة الأولى، هذه انتهينا. هكذا نأتي للمرحلة الثانية، تحضير محلول السكروز أو محلول السكروز. إذن محلول C12H22O11، وهي وزن 900 غرام ووضعها في 500 ملليلتر من الماء. إذن هذا كيلوغرام من السكر، هكذا، وهذه قارورة فيها نصف لتر 500 ملليلتر من الماء. إذن سوف أزن 900 غرام من هذا وأجعلها تنحل في هذا 500 ملليلتر من الماء. إذن هذا فيه 1 كيلوغرام، كيس كامل كان فيه 1 كيلوغرام، نزعت منه 100 غرام، إذن بقي 900 غرام. إذن سوف أضعها داخل هذا القارورة باستخدام هذا القمح. أغلق هذا القارورة جيدا وأقوم بالخلط. إذن 900 غرام من السكر موضوعة في 500 ملليلتر من الماء، إذن تقريبا انحلت. الآن نحضر معلق الفيريك هيدروكسيد، نخلطه جيدا، نرجه جيدا، ونضيفه على محلول، إذن محلول أو معلق الفيريك هيدروكسيد نضيفه على محلول السكر في درجة حرارة 25 درجة مئوية إلى 30. هناك من يقول من 5 إلى 20 درجة مئوية، وهناك من يقول من 10 إلى 20 درجة مئوية. سوف نضيف كل هذا المحتوى، هذا القارورة داخل هذا القارورة. إذن خلطنا المعلق الفيريك هيدروكسيد مع محلول السكروز في درجة حرارة الغرفة 25 إلى 30 درجة مئوية، هكذا. إذن المرحلة التي بعدها إضافة محلول صوديوم هيدروكسيد بتركيز 30% حتى يصبح الـ pH
من 11.5 إلى 11.8. الـ pH هو حوالي الآن من 5 حتى للستة. إذن نحاول رفع الـ pH باستخدام محلول صوديوم هيدروكسيد 30% حتى يصل الـ pH من 11.5 إلى 11.8. إذن سنحضر محلول صوديوم هيدروكسيد وذلك بإذابة 30 غرام صوديوم هيدروكسيد. إذن هذا صوديوم هيدروكسيد داخل 100 مللتر من الماء. هكذا سوف أستخدم هذا الميزان. إذن هذه 30 غرام صوديوم هيدروكسيد أجعلها تنحل في 100 مللتر من الماء. إذن أصبح محلول صوديوم هيدروكسيد 100 مللتر ذائب فيها 30 غرام صوديوم هيدروكسيد. هي ساخنة جدا لأنه انحلال الصوديوم هيدروكسيد إكزوثيرميك. الآن نضيف بالتدريج قليل كمية قليلة ثم كمية قليلة بالتدريج. pH الآن هو ما بين 5 و6 حتى يصبح pH من 11.5 إلى 11.8. معروف على أنه مادة الصوديوم هيدروكسيد هي مادة مقلونة. إذن محلول صوديوم هيدروكسيد 30%. إذن هذا هو. إذن سوف أضيف بالتدريج هكذا، وفي كل مرة أحسب الـ pH. عندما يصل الـ pH من 11.5 إلى 11.8 أتوقف. انتهينا من المرحلة الرابعة وهي إضافة محلول الصوديوم هيدروكسيد 30%. صعد الـ pH إلى 11.5-11.8. وجدنا أنفسنا قد استهلكنا 100 مللتر كاملة. إذن 30 غرام كنا باحتياج إلى 30 غرام كاملة لكي جعل الـ pH ينتقل من 5 إلى 6 باتجاه 11.5 إلى 11.8. الآن المرحلة الخامسة، جعل هذا المحلول يرتاح لمدة 10 دقائق هكا لا نلمسه، 10 دقائق في نفس درجة حرارة الغرفة من 25 درجة مئوية إلى 30 درجة مئوية مدة 10 دقائق. الآن انتهت 10 دقائق من الانتظار. إذن نأتي إلى المرحلة السادسة. إذن نقوم بعملية تسخين هذا المحلول في إناء من الزجاج أو الفخار. طبعا لا نستطيع في البلاستيك ولا نستطيع في الحديد، البلاستيك يذوب والمعادن الأواني المعدنية تتفاعل مع المحلول. إذن إما الزجاج إما الفخار، نقوم بتسخينه في درجة حرارة 90 إلى 25 من 90 إلى 95 درجة مئوية. يجب أن لا نزيد فوق 95 درجة مئوية، وإلا فإنه السكروز سوف يفسد، لأن السكروز هي مادة كربونية والكربون في درجة حرارة مرتفعة سوف يفسد، سوف يتفحم. إذن سوف يحدث له thermal decomposition. إذن نسخن 90 إلى 95 درجة مئوية مع الخلط لمدة ساعتين إلى 3. إذن نسخن ونخلط في نفس الوقت، درجة الحرارة من 90 إلى 95 درجة مئوية مع الخلط مدة ساعتين إلى 3 ساعات. في هذه المرحلة نضيف محلول محمض وهو في هذه الحالة الهيدروجين كلورايد. إذن هذا محلول الهيدروجين كلورايد 15%. هنا قال محلول الهيدروجين كلورايد 35% هكذا حتى يصبح الـ pH يساوي من 9.85 إلى 9.95. في المرحلة السابقة التي تليها التي تسبقها مباشرة كان الـ pH 11.5 إلى 11.8. إذن سوف ننزله باستخدام محلول الهيدروجين كلورايد. إذن هذا محلول الهيدروجين كلورايد 15%، نظريا هي 35%، حتى يصبح الـ pH إذن 9.85 إلى 9.95 هكذا. إذن مع التسخين 90 إلى 95 درجة مئوية لمدة ساعتين إلى 3 ساعات. كنا في المرحلة السادسة، نأتي الآن إلى المرحلة السابعة وهي إضافة محلول الصوديوم هيدروكسيد، إذن مادة مقلونة بتركيز 30%، إلى أن يصبح الـ pH 12.2 إلى 12.3 في درجة حرارة الغرفة 25 درجة مئوية إلى 30 درجة مئوية. هذه المرحلة السابعة،
كنا في المرحلة السادسة، إذا الـ pH كان 9.85 إلى 9.95. إذا نرفعه باستعمال هيدروكسيد الصوديوم، محلول هيدروكسيد الصوديوم بـ 30%، إذا هي مادة مقلوينة رافعة للـ pH حتى يصل الـ pH 12.2 إلى 12.3 في درجة حرارة الغرفة 25 إلى 30 درجة مئوية. إذا أنا هنا تقريبا 15 غرام 15 غرام 15 غرام الصوديوم هيدروكسيد، أضيف لها 50 مليلتر من الماء، أخلط جيدا، ثم أضيفها على الـ على الـ على الأيرون سكروز. إذا معنا هذا الخروف عمره عدة أشهر، سوف نجرب عليه الأيرون سكروز 2 مليلتر عن طريق الفم، سوف نجربها عن طريق الفم. إن لم يحدث أي شيء نجربها عن طريق ضم وريدي انترافينوس. خلاص أعطينا له جرعة الدواء، نتركه سنراقبه، يعني سريريا هذه فقط دراسة سريرية بسيطة. الايرون سكروز 2 سي سي عن طريق الفم، ثم نجرب الانترافينوس، لانه اذا حدث شيء خطير عن طريق الفم حتما الانترافينوس سوف يكون كارثي. اذا سوف نجرب الاورال ثم ننتقل الى الانترافينوس. الايرون سكروز دوما يعطى انترافينوس دوما، في دراسة وجدتها انها تستطيع اعطائها عن طريق الفم، اقراص، شراب، قطرات الى اخره، ولكن الانترافينوس الايرون سكروز اساسا انترافينوس، لا انترامسكولار ولا سب كيو، عن طريق ضم وريدي، على العكس الايرون ديكستروز، ايرون ديكستران، ايرون ديكستروز او ايرون ديكستران، ايرون ديكستران يعطى انترامسكولار انترافينوس، اما الايرون سكروز يعطى انترافينوس فقط، انترافينوس ستريكتلي انترافينوس. بعد 24 ساعة هذه الخروفة بعد تجريعها 2 مليلتر من الايرون سكروز، حيث كان يحتوي تقريبا على 32 ملغرام حديد كعنصر، هكا 32 ملغرام ايرون اليمنتال ايرون، اليمنتال ايرون 2 مليلتر 16 ملغرام في 1 مليلتر عن طريق الفم كتجربة اولى سريرية، كتجربة سرية أولى. إذا لا توجد أي هيجان في الجهاز المعدي المعوي، لا يوجد الإسهال، لا يوجد أي حساسية، لا يوجد الوفاة، لا توجد أي شيء، لا يوجد نقص في الشهية، حيوان حد الآن عادي. الآن ننتقل إلى الحقن الوريدي. إذا هذه هي النعجة التي سوف نجرب عليها حقن الأيرون سكروز. إذا ننظف مكان الحقن باستعمال الكحول. إذا هذه النعجة تم حقنها 1 مليلتر من الأيرون سكروز الذي صنعناه، هكذا سوف نراقبها لمدة 24 ساعة القادمة. إذا هذه النعجة هذه هي اللي حقناها البارح، 8 ملغرام حديد كعنصر على شكل ايرون سكروز، هي الان تاكل عادي هذه. في الوريد مباشره ببطء شديد 8 ملغرام، سنواصل على العلاج. إذا اليوم الثاني من الحقن، تجربة الحقن. إذا حقن لهذا النعجة عن طريق الوريد ببطء جدا، 5 سي سي من الايرون سكروز بتركيز 8.42 تقريبا، 8 ملغرام في المليلتر، إذا 5 سي سي تقريبا 42 ملغرام، تقريبا ما بين 40 و 42 ملغرام عن طريق الحقن الوريدي. اذا كل، لاحظ معي، كل 20 ملغرام يجب ان تاخذ على الاقل دقيقه واحده في الحقن، دقيقه واحده
هكذا 20 ملغ. إذا بما أنها 42 يجب أن تأخذ على الأقل دقيقتين فما فوق على الأقل عن طريق الحقن البطيء جدا، 20 ملغ حديد كعنصر في الدقيقة هكذا. إذا هذه عبارة عن 5 مليلتر ايرون سكروز، بحيث كل مليلتر يحتوي على 8.42 تقريبا 8 ملغ. إذا هذه تقريبا 42 ملغ. إذا عندي هنا القطن، عندي هنا الكحول من أجل تنظيف الجروح. الآن النعجة على الأرض، نقوم بتنظيف مكان الحقن. الآن نحقن. الآن تتم عملية الحقن.
ان الايرون سكروز سي تخي لابيل لابيل، يعني بمجرد انك تضع الايرون سكروز داخل الدم يتفكك الايرون على الحديد على السكروز دفعة واحدة، وبالتالي يمكن ان يحدث التسمم بسهولة. اذا الحقن البطيء 20 ملغرام حديد كعنصر في الدقيقة الواحدة. نراقب الحيوان هكذا، نراقب الحيوان مدة 24 ساعة. إذن هذه في الصباح الباكر، البارح في الليل حقنها 42 ملغرام ايرون سكروز، 42 ملغرام حديد كعنصر على شكل ايرون سكروز. الآن هي تأكل عادي، تأكل عادي جدا. نزيد لها حصص أخرى. هذه الحقن للمرة الثالثة، إذا حقنها 8 ملغرام عن طريق الوريد ببطء جدا بشكل بطيء جدا، ثم بعد 24 ساعة حقنا 42 ملغرام بشكل بطيء جدا، كل 20 ملغرام أخذت معنا على الأقل دقيقة، والآن أيضا سوف نحقنها 42 ملغرام حديد كعنصر على شكل الأيرون سكروز، سكروز الحديديك. إذا هذه هي الحقنة، إذا هذه 5 مليلتر هكذا، 5 مليلتر، 5 مليلتر، هذه 5 مليلتر. إذا عدنا الكحول، ننظف الجرح، طبعا دوما في التجارب الأسيبسي هذه دوما يجب أن تحترم، لأنه لماذا؟ لأنه يمكن عندما لا نحترم نظافة مكان الحاق، نظافة الجروح هذه، ربما تدخل الجرثومة فالتجربة تفسد، نصبح لا نعلم هل الحيوان تضرر من العامل المجرب، يعني المتغير المجرب في هذه الحالة هو الأيرون سكروز، أم أنه عامل آخر، سبب آخر الذي أدى به إلى الضرر، فيتم إلغاء التجربة تصبح المعلومات التي تعطينا إياها غير مفيدة، لا يمكن تحليلها، الانتربريتيشن تصبح مستحيلة. إذن 5 مليلتر، كل مليلتر يحتوي على 8 8 42 ملغرام حديد كعنصر على شكل ايرون سكروز، نحقنها ببطء شديد، من المفروض تأخذ دقيقتين وعشر ثواني 20 ثانية على الأقل هكذا. إذن الحقن، كل الناس بياطرة وغيرهم يعرفون كيف عملية الحقن الوريدي. دوما أتذكر أنه الأيرون سكروز لابيل، لابيل ما معنى لابيل؟ يعني بسرعة عندما يدخل الدم ينفصل الأيرون على الشكل الذي يحتضنه، يعني الايرون هو الكور، هو القلب، هو البؤر، عفوا هو القلب،
وتحيط به جزيئات السكروز، سوف ينفصل دفعة واحدة. إذن ممكن يحدث تسمم، لتفادي التسمم طبعا أجرع الحيوان سيلينيوم فيتامين إي كمضاد أكسدة، هذه دوما دوما. ثم أحقن ببطء شديد 20 ميلي غرام على الأقل، تأخذ معي دقيقة واحدة هكذا 20 ميلي غرام. إذن سوف أقوم بعملية اللي يسموها بالفرنسية الميثود بربوطاج، يعني سوف نرى. إذن هذا هو نسحب كمية من الدم ببطء، ثم نحقن القليل فقط، ثم نسحب كمية أخرى، ثم نحقن ببطء. طبعا أكون محضر حقنة كورتيكويد مثلا ديكزاميتازول وحقنة أنتيهيستامينك، كلاهما وريديا. طبعا هذه المركبات إذا كانت غير وريدية لا تنفع، يعني نحتاج الوقت، الوقت لا يسمح. إذا ديكزاميتازون وريديا، أنتيهيستامينك وريديا. في حالة ما إذا ظهرت على الحيوان حالات حساسية، لأن الأيرون سيكروز في بعض الأحيان يعطي الحساسية، رد تحسسي، إذن أحقن وقف العلاج طبعا، وأحقن ديكزاميتازول وريديا وأنتيهيستامينك وريديا. إذن الخمسة مليلتر الأيرون سيكروز مع مرور البربوطاج، هذه مع مرور الإدخال والإخراج، إدخال الدواء وإخراج الدم، إدخال الدواء وإخراج الدم، تصبح كمية أو خمسة مليلتر الأيرون سيكروز تؤول إلى الصفر، تؤول إلى الصفر، ولون الحقنة يصبح يميل إلى اللون الأحمر. إذن من اللون الأسود أو من اللون البني القاتم إلى اللون الأحمر، لون الدم. هذه الطريقة هي جميلة، هي جيدة من أجل تفادي المركبات التي يعني شوكون، يعني التي تجعل الحيوان يدخل في صدمة تحسسية، مثلا الكالسيوم أيضا. ثم أراقب الحيوان نظريا على الأقل نصف ساعة بعد الحقن، إذا كان فيه هناك ترد فعل تحسسي. أقوم بحقن الديكزاميتازون والأنتيهيستامينك وريديا.
هذا الحيوان نراقبه أيضا. خلاص خلاص اسكتي. نراقبه أيضا لمدة 24 ساعة. انتهى العلاج، نغلق على الوريد لكي تفادي تشكل الهيماتوما. ونعقم الجرح، فتحة الإدخال الإبرة. إذا كان هذا الحيوان لا بأس به بعد 12 ساعة، غدا في الصباح الباكر سوف نصوره. إذا كان مازال على قيد الحياة، يأكل عادي، يشرب عادي، كلش عادي. نقوم بعملية على حيوان آخر طبعا، عملية سحب عينة من الدم هكذا غدا إن شاء الله، ثم حساب الهيموغلوبين، حساب الهيموغلوبين، ثم الحقن بكمية، سوف نرى كم هي الكمية المحسوبة لرفع نظريا 2 غرام في الديسيلتر من الهيموغلوبين هكذا، 2 غرام من الهيموغلوبين، ولكن يجب أن نحسب كمية الهيموغلوبين قبل الحقن، ثم نحقن لمدة 2-3 أسابيع، ثم نعاود الحقن، نعاود الحساب عفوا، نعاود الحساب نسبة الهيموغلوبين هكذا. الدواء لحد الآن آمن، لحد الآن لا توجد أي رد تحسسي، أي حالة تسمم هكذا.